من جديد مرحبا المشاهد الكريم، ودي كانت روشيتا إيمانية من شاشة الحرية والجمال من برنامج الحياة أو الناس والحياة في هذا الصباح. بتأكيد أن احنا مستمرين وحول العالم، حول العالم فقرة بنمشي فيها دول في العالم، دول جميلة عندها مكانة خاصة معانا. احنا برضو دول عربية، دول إفريقية، دول أوروبية، دول أمريكية، في كل مكان بنمشي مع بعض. اللي حنمشي لواحدة من الدول المميزة بطيبة أهلها، ومميزة بموقعها الجغرافي وبنشاط الثقافي والتمازج الموجود فيها. حنمشي المغرب، والمغرب معروف أنه ممكن يعني تنال الحظ بأنه تستضيف واحد من البطولات الأم على مستوى العالم في 2026 كأس العالم، وبرضو استضافة أم أفريقيا الأخيرة بتنظيم مميز بشكل مميز، وخلاف كده المدن السياحية الموجودة في المغرب وأشياء كثيرة حنتعرف عليها من خلال هذا المشوار الصباحي في فقرة حول العالم. ونسعد أنه تكون معنا داخل الاستديو السيدة المغربية. المغربية السودانية ولا مغربية نقولها لها؟ مغربية مغربية ومغربية السودانية. فاطمة الوحداني في وكالة سفر وسياحة ومهتمة بعمر السياحة والسفر برضو. نحن سعداء بأنه نلتقيك الليلة ونتعرف على المغرب أكثر. أنا الأسعد وشرفني الحضور، ورمضان مبارك. زي ما بتقولوا رمضان كيف في السودان؟ انتوا بتقولوا في المغرب كريم. عشان اقول لك رمضان كريم. في المغرب تقولوا مبروك رمضان ومبروك عواشركم، يعني العشر. رمضان حلو. حلو. شوف الشمس حاره شديد، بالشمس وحاجاته. لكن انا بقول دائما مقوله الناس اللي كيعرفوني تسمعوها مني، تقول اي مكان هو جماله او سوءه بأهله. والحمد لله السودان كان وما زال لحد الساعة معروف وصفة عند كل المغاربة، معروف أن السودانيين ناس طيبين، ناس دين، ناس ترحاب. يمكن الصفة المشتركة هي أننا ناس قلوبنا مفتوحة. جميل. طيب نتعرف على المغرب في الموقع الجغرافي كده، نشوف وين تقع وينه. المغرب كما كتقولوا بوابة أوروبا، هو في أقصى شمال إفريقيا، الشمال الغربي لإفريقيا، من الشمال المحيط الأطلسي، البحر الأبيض المتوسط، من الشمال، من الغرب المتوسطي، البحر الأبيض المتوسط، من الشرق الجزائر، ومن الجنوب موريتانيا. جميل. طيب دي المغرب جغرافيا. الديانات في المغرب بنسبة 99 كم في المئة بنسبة 99 في المئة ديش نوكة تقوليها تاني 99 يعني 99% وحاجة ديانة الإسلام. جميل. نقدر نقول المسيحية بالنسبة المتبقية، المسيحية فيها ثلثين وثلث اليهودية. طيب يهودية، وعفوا على هي يهود مغاربة وليس يهود إسرائيليين، وليس يهود صهاينة، يهود مغاربة، يهود مغاربة يدافعون على القضية الفلسطينية معنا. جميل. يهود مغاربة. جميل. طيب إذا برضو تكلمنا عن اللهجات الموجودة في المنطقة، وبرضو القبائل اللي ممكن تكون مشتركة، القبائل الموجودة في منطقة المغرب. إحنا أولا لو جينا كدولة المغرب رسميا هي دولة عربية مسلمة إفريقية، لكن عندنا الأول شيء اللغة العربية. جميل. وهي اللغة الرسمية الفصحى. عندنا الأمازيغية، وهم الأمازيغ يعني ناس رغم قلتهم فهم كانوا هم يعني الناس الأصليين في البلد. عندنا الأمازيغية والعربية، بالإضافة لبقى اللهجات. جميل. يعني كاين في الجنوب اللهجة الصحراوية بما فيها اللهجة الحسانية. أنت بتعرفي اللهجات دي كلها؟ لا أنا عربية.
في الشمال كان لهجة تطوانية، لهجة اللهجة الشونية، لهجة حتى في يعني في الغرب كنلقاو الربيطيين، كنلقاو الكزاويين، كل يعني الضرب دا اللي هي كازا، فكل منطقة عندها لهجة، لكن عندنا حاجة كتوحدنا كلنا، يعني نفس غير كلمات كتختلف من منطقة لمنطقة. جميل. طيب دارك تعرفي لي الأمازيغية أكثر؟ أمازيغية أكثر هم ما يصطلح عليهم بيقولوا البرابرة أو البربر، مغاربة يعني كما نقولوا. وين مناطقهم في المغرب بالتحديد؟ ما عند مشكلة في اللي عندنا، ما عندناش حاجة فيها هذه منطقة البربر هذه منطقة العرب، لا احنا كنا واحد. تلقى الأمازيغ كيف تلقاها يعني أصوله، تلقاه في أكادير، تلقاه في ذلك، تلقاه عايش في الصحراء، عايش في الرباط، عايش في الشمال. الحمد لله كنا شعب واحد كنعيشوا تحت كلمة واحدة يا أو شعار واحد، الله الوطن الملك، يعني ما عندناش لا قبلية ولا عنصرية. جميل. هذه الحمد لله. جميل. طيب إذا جينا للطقوس في المغرب بيكون في تفاصيل لأشياء معينة، نبدأ كده بالزواج. تفاصيل الزواج في المغرب كيف؟ الزواج في القديم كان حاجة حسب ما كان سمع، وحاليا حاجة أخرى يعني، لكن بالمختصر كان قولوا حاليا أنه الزواج فيه بالإضافة للطقوس لكن كيقول 4 ليالي. عندنا اليوم الأول هو اللي كيكون ليلة الحمام المغربي. الحمام المغربي يعني العروس ياخذوها العويتقات اللي هما البنات الغير متزوجات، هما اللي يمشوا معاها يأجروا حمام مغربي ويدخلوا مودين الريحان والورد والحنة والشموع والسكر. السكر عندنا في المغرب هو فال بتاع السعادة. جميل. الحلاوة وكده، فدايما السكر ده هذا بيكون بعد الخطبة، يعني الخطبة والخطبة بيجوا بها بالسكر برضو. السكر والهدايا الذهب وده، لكن بعد الاتفاق هذا أنا بكلمك على الزواج، يعني إنه الاتفاق وقائم وكذا، فمراسيم الزواج. فليلة الحمام المغربي يمشوا البنات مع الشمع والحنة والورد وكده، ويحتفلوا بالزغاريت وأغاني للحمام لغاية والصاونة والبخار وكده لغاية ما يوضبوا العروس. اليوم الثاني بتكون الحنة، نفس حنتنا دي ولا حنة تانية؟ لا لا، حنتنا حنة المغرب، ما حنة سودة، لكن هي عبارة عن حنة، حنة طبيعية بتتعمل وبتبقى حمراء بنقوش معينة، والنقوش بتختلف من منطقة لمنطقة، نقوش الشمال غير منطقة الصحراويين غير منطقة، لكن حاليا بقى واحد. يوم الحنة بيجي العروسة لبسة، أكيد تكون لبسة قفطان كيف ما قولوا لبس مغربي بالصم، سواء أخضر أو أزرق اللي بتقولوا عليه أنتوا لون زينب أو هذا، لأنه فال الخضرة النضارة الجمال التكاثر ده. ويجي العريس لابس لبس مغربي، سواء جلباب مغربي أو جبادور، ويجيب هدايا، وأهل العروسة ملزمين بالإكرام أهل العريس، وأول شيء كيتقدم هو الحليب والتمر. جميل. لهذا الترحاب. جميل. كل مغربي كيكون عنده ضيف عزيز أو هذا، حليب والحليب تمر، الحليب والتمر. وكتكون ليلة، ليلة الحنة المغربية هذه ثاني ليلة. ثالث ليلة هي سواء لو ما كانش العقد، هذه كيكون 4 خميس، يوم الجمعة كيكون العقد. عقد زواج لو كانوا عاملينه من قبل أوكي، ما عاملينوش كيكون يوم الجمعة العقد، كيكون فيه في بيت العروس بيكون فيه الأمداح النبوية، القرآن. جميل. والأمداح لحد الصباح، وبعد ما يمشوا الرجالة وكده بيكون البنات وبيحتفلوا. يوم السبت بيكون العرس، سواء العرس في حفلة في بيت العريس أو حفلة في بيت العروس، أو بيكون مشترك في جهة في صالة في زينا كده.
في صلاة أو في قدام البيوت أو في البيت، لأن البيوت بتكون شوية كبيرة، أو في صلاة. وبيكون احتفال، أحيانا بيكون تقسيم للنساء يوم وللرجال يوم. جميل. طيب إذا برضو جينا تكلمنا عن المائدة المغربية الرمضانية العادية، هنجي للرمضانية لكن العادية، الأكلات الموجودة في المغرب اللي كيعرفوا الجميع هو أن المطبخ المغربي مطبخ متنوع ومحتل الرتبة الثانية عالميا بعد المطبخ الفرنسي. فهو عالميا هو متنوع، هو من الميزة بتاع المطبخ المغربي أنه يمزج ما بين الحلو والمالح. ظاهر معنا في الشاشة عدد من الأكلات وأيضا عدد من الأشياء اللي ممكن تجهز في المغرب، تتحدث عن الأشياء دي. الحاجة اللي المغاربة حتى الطلبة المغاربة اللي وضيفونا بها، وهذا كان شكر الدكتور أمين، الحريرة المغربية هي عبارة عن حساء مغربي فمشهور جدا. عندنا طبق الكسكسي اللي هو عبارة عن قمح، يعني بتاع قمح بخضر بلحم. عندنا طواجن، هي ما طواجن مصرية ولا طواجن، لا هي عبارة عن إناء بالفخار بالغطاء بتاعه، بيتعمل فيه طاجين لحم بالبرقوق، دجاج يعني جداد، دجاج بالزيتون المحمر. عندنا البسطيلة، عندنا المحنشة، عندنا الرفيسة، مأكولات كثيرة. طيب يعني بتتغير في رمضان؟ عندها شكل معين في رمضان؟ في رمضان في حاجات بتنضاف. أنا هسه عندنا في رمضان موجود العصيدة، العصيدة والأشياء الرمضانية كلها موجودة، الخضرة والكسرة وده بتمحوها يعني في رمضان. لا في رمضان بتنضاف حاجات، يعني عندنا في رمضان يعني من أصعب بخصوص للمرأة، لأن التحضيرات بتكون تقريبا شهرين من رجب وشعبان وإحنا بنحضر. الحاجات اللي بتقولوا لها البريوات اللي هي عبارة عن مثلثات بتكون مالحة فيها دجاج بخضار، أو تجهز من بدري، تجهز من بدري سمك أو لحوم مجففة، أجبان خضار بتتعمل وتحط في الفريزر، أو مالحة أو حلوة باللوز بالفول السوداني والزبيب والحاجات دي بتكون سيجار مقنطات. عندنا حاجه اللي هي كتسمى في المغرب بثلاث مسميات، هي سلو او تقاوت او صفوف، وهي عباره عن شنو، عن مكسرات يعني لوز جوز فستق، بيتعمل سمسم، فول سوداني، عسل اصلي، زيت زيتون، زبده طبيعيه، دقيق محمص بالإضافة لزرعة الكتان. جميل. يعني حاجات أعشاب كده، عشان هي عبارة عن حاجات مقوية بتعمل بالإضافة المائدة الرمضانية زي ما قلت، بالإضافة للعصائر. عندنا عصائر المغرب ما شاء الله كل أنواع الفاكهة، عصائر طبيعية طبعا بتكون عصائر طبيعية. الوجبة الرئيسية 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 في رمضان السمك. السمك السمك ضروري. سمك مقلي، سمك طاجين، سمك طقس مشوي. بارد في المغرب ولا هو طقس معتدل؟ يعني أطلسي معتدل بالنسبة لنا، ما يمكن كيكون طقس حار في مناطق داخلية مثل فاس ومكناس ومراكش، ده في فترة شهر 8 وشهر 9. جميل. كده أنا سألت السؤال لأنه هنا عندنا بقول لك السمك بيعطش، تشرب مويه كثير. لا لا هذه معلومة غلطة، علميا أثبت ما السمك اللي بيعطش، البهارات اللي فيه هي اللي بتعطش. طيب لو جينا برضو للبسات ولا زي الرسمي المغربي، يعني احنا هنا السوداني عنده العمة الرجل، والمرأة عندها التوب السوداني بشكل مميز. الرجل اللي عندكم الجلابية والعمة والعمة والمركوب، والمرأة الثوب
على السديري عندهم مناطق مختلفة. كما قلت اللباس هو عبارة عن قفطان مغربي وهو هذا ما معروف ومشهور عالميا. التكشيطة المغربية اللي هي عبارة عن يعني قطعتين القفطان بالإضافة لوحدة فوقه. جلابة زي ما انتم بتطلعوا بالعباية وتطلعوا بالتوب، احنا بنطلع بجلابة يعني بتكون زي دي بس زيدها القبة القبعة بتقولوا لا احنا بنقولها طقية او ده بتكون عندها. الراجل برضو زي ما المرأة عندها لبس متعدد، عند الراجل في عندنا جلابية المغربية برضو بالقب، احنا بنسميه القب اللي هو اللي بتقولوا له انت الطاقية او القبعة مثلث. عندنا الجبادور اللي هو بنطلون وفوق صدرية لحد هنا. عندنا الدراعية اللي تقريبا بتكون بحال هكا يعني طويلة للرجل. عندنا الطربوش الأحمر. عندنا العصابة اللي هي بتقولوا لها العمة لكن بشكل مختلف. العصابة الوزانية طيب الجبلية. طيب تأثير بجنوب المغرب في لا في موريتانيا نقطة بالنسبة للناس الجنوب عندهم الثوب السوداني ده قريب الستات النساء كيلبسوا الثوب صحيح بيكون الخامة ما هي ولا كيلبسوا الثوب، والرجالة كيلبسوا اسمها شنو يا ربي حاجة يا ربي سمحولي المغاربة نسيتها نسيت سميتها يعني عريضة كده وبتتشال من هنا ومن هنا بيكون بيلبسوها الرجالة. والضريف في الأمر هو أن كل منطقة حجم الرسومات اللي بتكون أن كل قبيلة عندها رسم محدد. كل قبيلة عندها يعني عيلة فلان عندها رسم محدد بتحطه على هذا، عيلة فلان عندها رسم محدد بتحط على بتاع الرجال اللبس بتاع. طيب برضو إذا تكلمنا عن ال طقوس الزواج اللي تكلمنا عنه، لكن بنرجع نقول نتكلم عن العلاقه السودانيه المغربيه، في زيجات سودانيات لمغاربه، في زيجات مغربيات للسودانيين. ايوه زيجات كثيره من مغربيات بسودانيين كثيره. لا برضو ده بيكون موجودين السودانيين في المغرب او المغاربه في السودان. في السودانيين في المغرب قابلناهم كطلبه. بعد كان في صحفي، وعندنا أشهر مثال الله يرحمه عبد الله الطيب وزوجته. كان عندنا ناس شغالين يعني لك كم سنة في السودان؟ على مرحلتين تقريبا 5 سنين، سنتين وبعدها هسي 3 سنين بعد العودة. طيب شنو اختلاف الموجود بين السودان والمغرب في أشياء كثيرة حسيتي بو أنت موجودة في السودان في 5 سنوات؟ من أي ناحية؟ في كل النواحي الشيء يكون في قاسم مشترك بين المغاربه، في وش الشبه بين المغاربه والسودانيين في بالنسبه وش الشبه؟ انا تقول الطيبه الطيبه اللي في الناس الاصل الميل للسوسيا يعني المجتمع مجتمعي يعني بيحب الانفتاح على. طيب انا بسمع بيقولوا في واحد من القبائل اللي مشتركه بين السودان والمغرب اسمه الشناقطه تقريبا. لا انا سمعت انه في كواهله في ناس بيقولوا انه اصولهم مغاربه. اصولهم مغاربه، حتى في حي المغاربه في الحاج يوسف في الجزيره في ناس بيقولوا انه مغاربه، لما نيجي بنقولوا ان جد جدوهما كده كان مغربي واستقر وتزوج. جميل. طيب الله يحيي والله يعني سعدنا بلقائك في هذا اليوم. برضو المغرب واحده من الدول المميزه جدا جدا، انا شخصيا بهتم بتفاصيل لانه انا زول بتاع كوره كده ورياضي وعارف ان المغرب. صوتك ل 2026 يا رب يا رب يكون كاس العالم في المغرب. يا رب يا رب. عددكم كم في السودان؟ حوالي تقريبا ماشيين ل 40 40 مليون. 40 مليون 40 مليون عددكم في السودان؟ لا في السودان؟ لا لا انا بتكلم عن اي لا في السودان بتكلم عن السودان. ما عنديش عدد معين لكنه بسيط.
في ناس شغالين يعني كناس المناجم ناس المجن... ناس اللي شغالين في شركات المناجم شغالين وحاليا توج بدخول شركة أوزون. في أطر مغربية شغالة هنا. في رجل مميز رجل مميز جدا جدا يعني انا بحبه شديد. والله صباح الخير الصديق طبعا محمد بن مال العينين. انا بالنسبه لي هذا الاب الروحي وكان لي الشرف اني هذه يعرفوها السودانيين اللي كانوا معنا يوم منادلي بنتي في اخر لقاء لينا فتنقل له انا سعيده جدا بوجودي معاه لا هو ولا استاذ حسن. سعيده انه هو سافر ديالنا هنايا. جميل. لان بصراحه ما كيحسكش بالغربه لما كتمشي للسفاره. طيب قالوا في الكنترول في اغنيه مغربيه هديه. هل هديك لي ولا هديها للمشاهد الكريم؟ اسمع مرحبا المشاهد الكريم. ونحن سمعنا لفاطمة سمعنا يعني تقريبا هي أغنية وطنية. هي عبارة عن ملحمة. ملحمة مغربية فيها مجموعة من الشباب المميزين دوزي أسماء المنور حاتم عمور القريني. أنا والله شاكر لك كثير شاكر وجودك معنا الصباح الليلة في رمضان وشاكرين تواجدك في استديوهات قناة أم دروان فضائية واستديو الناس في الحياة بالتحديد. شكرا لك كثير. ربي يخليكم والله نكون ضيف خفيف ظريف هكا ونكون شوية عرفت الناس بالمغرب وسمحوا لي المغاربة إلا غلط سمحوا لي
وانا سعيدة جدا وكنشكر من هذا المنبر الشعب السوداني على استضافته. كنشكر ناس كثيرة كانت هي اللي خلت يعني إقامتي طيبة في هذا البلد، وكنشكر حتى الصعوبات والمشاكل اللي انا لانها زادتني تحدي وكذا اصرار اني نكون معكم هنايا. فميرسي جدا، ويا ربي يتقبل صيامكم وقيامكم ويتقبل رمضان يا رب، ويجمعنا دائما بالخير ويجعلها فاتحه خير على كل الامه العربيه المسلمه يا رب يا كريم. شكرا لك فاطمه الوحداني المهتمه بامر السفر والسياحه، عامله في وكاله السفر والسياحه في السودان، حدثتنا عن المغرب في فقره حول العالم، هي كانت اخر فقره في الناس والحياة لهذا اليوم. نتمنى أن كل الناس تكون يعني استمتعت بلغاء اليوم، وكنا خفيفين الظل عليكم في المشوار. تقبلوا تحايا فريق العمل، فريق عمل الناس والحياة لهذا الصباح، بإعداد هذه المادة الدكتورة نجلاء، وفي التصوير أنس، وفخر الدين في الصوت، وأيضا محمد الباقر في هندسة البث، وفي الخدمات طارق وعبد المجيد، وفي إخراج هذا الصباح المميز دوما جلال. ولكم خالص تحياتي لحد ما ألقاكم في مساحة أخرى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. في أمان الله.